مشاهدينا على شاشة دي ان سي، اهلا بيكم. يوم جديد من ايام حلقات برنامج المهرجان واللي هتشوفوه كل يوم من السبت للثلاث على شاشة دي ام سي، وزميلي هيثم كمان منور العالمين. يا آية ازيك، اهلا بيكي واهلا بكل مشاهدينا من قلب العالمين، بنرحب بيهم كلهم على شاشة دي ام سي وبرنامج المهرجان بين قوسين العالم عالمين. العالمين بتتجمل وبتتأنق، بتستقبل كل زوارها من كل دول العالم في واحد من أكبر مهرجانات الترفيه في الشرق الأوسط. الدولة المصرية حققت الحلم اللي كان بيحلم بيه أي مصري بوجود مدينة من مدن الجيل الرابع على أرض مصر، من أرض السحر والجمال على ساحل البحر الأبيض المتوسط العالمين الجديدة. للسنة الثانية على التوالي بتستمر المسيرة، بيستمر النجاح بانطلاق الدورة الثانية لمهرجان العالم عالمين بمجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية الغنائية والمسرحية ومهرجان طعام وأنشطة رياضية مختلفة كمان. العالم أصبح عالمين فقط على أرض مصر، أرض الحضارة، الماضي والحاضر والمستقبل. بين صورة قديمة عمرها سنين لمدينة منهارة، وصورة جديدة عمرها 4 سنين لمدينة ساحلية مبهرة، 100 قصة وحكاية عنوانها عمار يا مصر. العالمين اللي سموها مدينة الألغام اتغيرت وتحولت لمدينة البهجة. خطط كتير درست ازاي تغير العالمين وتبنيها وتطور أرضها، خطط نجحت فعلا تخلي العالمين مكان العالم بيبصله بانبهار، واحنا نشوفه بعين ولاد البلد ولسان حالنا بيقول ما احنا قادرين نعملها. 4 سنين بايدين المصريين غيرنا شكل مدينه العالمين وبنينا مدينه من اجمل مدن العالم، وبقينا فخورين بنتيجه مجهودنا، وبقى العالم عالمين. مهرجان العالمين في نسخته الأولى كان حدث أسطوري، وفي سنة واحدة بس حجز مكان بين أهم المهرجانات في الشرق الأوسط بشهادة كل اللي حضروه أجانب أو مصريين. من أول ما خططنا لفكرة المهرجان وكنا متأكدين إننا هننجح، لأننا واثقين في قدرة العالمين على إبهار كل ضيوفها. وفعلا وقت المهرجان وبعده كنا بنسمع جملة كأنه خيال، ووراها جملة فخورين إن ده بيحصل في مصر. هنا اتأكدنا إن المهرجان لازم يكمل ويكبر ويتحول لمهرجان عالمي. بس قبل ما نبدأ نسخة جديدة كان لازم نسجل ذكريات مهرجان العالمين 2023. أحلى مدينة على البحر الأبيض المتوسط. أنا كتير مبسوطة إنه أنا معكم وأنتم معي والعالم عالمين. أجمل بقعة في العالم. ثانك يو على هالمهرجان الرائع اللي انعمل بالعالمين. عايز أسمع منكم تحية جامدة أوي لنفسيكم. النجاح ما حصلش بضربة حظ، بالعكس كل حاجة كانت متخططة بالملي ورسمها على الورق ونفذها عشرات الآلاف من العمال والمنظمين في وقت قياسي. وهنا لازم نقول إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتشكر كل فرد اشتغل وكل شركة خططت وكل جهة أو مؤسسة ساعدت في نجاح المهرجان بالشكل ده. من أول يوم نظمنا فعاليات فنية رياضية، معارض وعروض ترفيهية كانت كلها كامل العدد. بدأنا الفعاليات ببطولة كرة القدم الشاطئية، شارك معانا فيها أكتر من 40 نجم من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي. كمان نظمنا بطولة دولية للبادل وسباق للسيارات وتحدي جيت سكي، وقدرنا كمان ننظم البطولة العربية للجودو خلال فعاليات المهرجان، وكنا حريصين يشاركنا كل النجوم اللي بتحبوها، فنظمنا بطولة تحدي الجيل الذهبي في وجود عدد كبير من نجوم الكرة المصرية. وعلى مدار فعاليات المهرجان نظمنا حوالي 20 حفلة موسيقية وغنائية لأهم نجوم الوطن العربي. ده غير حفلات الفنون الشعبية على هامش المهرجان،
كمان قدمنا حفل العرض الأزياء شارك فيه مصممين محليين ودوليين، منهم مصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو. ده غير مشاركة برنامج صاحبة السعادة للفنانة إسعاد يونس وبرنامج معكم منى الشاذلي. فكرتنا حققت أكتر من هدف بحجر واحد، أكدنا قوة الفن المصري وقدرتنا على تنظيم فعاليات عالمية، ونجحنا في الدعاية المدينة في طريقها للعالمية ووضعها على خريطة السياحة المصرية والعالمية، فساهمنا في تنشيط السياحة وجذب الاستثمارات اللي معاها بيزيد معدل النمو الاقتصادي. كل ده غير آلاف فرص العمل المباشرة والغير مباشرة اللي اتخلقت بسبب وجود مهرجان كبير وقوي بحجم مهرجان العالمين، اللي حول مدينة العالمين الجديدة لوجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة، وبقت العالمين مدينة البهجة، وطول السنة بتزيد الفرحة لكل زوارها وسكانها. والسنة دي مكملين بخطة أكبر وأشمل وأضخم، مستمرين في حفلاتنا وعروضنا وفعالياتنا الرياضية وأنشطة تانية كتير لكل فرد في الأسرة، علشان كل العيلة يكون لها مكان في العالمين. المهرجان السنة اللي فاتت قدر يلفت نظر العالم لجمال بلدنا وقدرتنا على تغيير الواقع، والسنة دي مستنيينكم تشاركونا قصة نجاح جديدة كلها فرحة وأمل. كلنا فخورين انه ده بيحصل على ارض مصر، المهرجان الكبير مهرجان العالمين، رغم حداثه سنه ودي تاني دوره للمهرجان، الا انه قدر انه يلفت انتباه عدد كبير جدا من الزوار، ملايين الزوار، مش بس المصريين لكن زوار من الوطن العربي كله، من الخليج العربي، زوار من كل دول العالم، وسياح بيجوا مصر عشان يحضروا فعاليات مهرجان العالمين المتنوعة، ما بين حفلات غنائية، أنشطة ثقافية، فعاليات رياضية، أنشطة وفعاليات أيضا للأطفال، فعاليات متنوعة جدا. ورغم كل هذه الفعاليات إلا أنه العالمين مش مرتبطة بس بمهرجان ولا مرتبطة بس بفصول الصيف أو بموسم الصيف، إلا أنه في خدمات مهمة بتتقدم ضمن فعاليات مهرجان العالمين. ومن ضمن الفعاليات كمان الموجودة في المهرجان كانت من بداية اليوم كمان النهاردة في منطقة الألعاب تجربة مختلفة جدا بيقدمها مهرجان العالمين السنة دي من خلال عمل محاكاة للألعاب الإلكترونية المهمة اللي بيكون فيها منافسة بشكل مختلف وصراع، وكانت مقتصرة على الموبايل. هنشوف الألعاب دي لأول مرة موجودة على أرض الواقع وبتجربة خاصة مع مراسلتنا خلود الرفاعي مع فريق اللعبة على الأرض من هنا من العالمين. لو ليك في الأكشن وبتحب الألعاب الإلكترونية اللي كلها مغامرات وتشويق، مهرجان العالمين عمل لك محاكاة لنفس الألعاب دي بس على أرض الواقع. يلا نلعب. لكل لعبة قواعد وقوانين، عشان نلعب صح ونستمتع صح خلينا نعرف تفاصيل اللعبة دي من عمر مختار المنافس بتاعي النهاردة. برحب بيك معايا. اهلا وسهلا يا خلود وبالسادة المشاهدين ودي ام سي. مبسوطة جدا ان انت معايا ومتحمسين جدا للعبة، احكي لنا اكتر، جات لكم الفكرة ازاي؟ الفكرة جات لنا ان احنا زمان كانوا بنلعب العاب جيمز على الكمبيوتر اسمها كول اوف ديوتي، كانت مصر كلها كانت بتلعبها، وبالتالي جات لنا الفكره. بعد كده ظهرت ببجي موبايل ولقت اقبال كبير جدا واخدت رانك كبير جدا، فمن هنا جت ان احنا الفكره ان احنا نطبقها على ارض الواقع. وهي رياضه مبدئيا، يعني زمان كانت انترتينمنت دلوقتي بقت رياضه، البينت بول، فمن هنا بدات الفكره بتاعتها ان احنا نعمل لها سيميوليشن على ارض الواقع. شفت الاقبال ازاي والناس شافت الفكره ازاي؟ والله في اقبال ممتاز جدا، الناس لقوا في حاجه جديده. دايما القائمين على التنظيم الشركه المتحده وفروا كل الامكانيات بحيث ان هو يظهر كل ما هو جديد في العالمين الجديده. زي ما بيقولوا الفوره من كام، يعني اعمل ايه عشان افوز؟ ان انت تتحركي اكتر، ان انت تحاولي تسيبي الهدف اللي قدامك اكتر من مره، ومن هنا بيحسب عدد النقاط
فمن هنا بتكسبي يعني. طب انت جاهز تخسر؟ انا جاهز افوز. طيب خلينا نشوف. لا لا لا، ايه الطاقة دي؟ الحقيقة كانت منافسة نزيهة جدا من غير أي تحيز، مش كده يا دكتور عمر؟ دي حقيقة فعلا، انتوا استنيتوا لغاية أما الذخيرة عندنا خلصت وهجمتوا علينا يعني. لا لا، انتوا دايما بتقولوا كده عشان خسرانين بس، لكن طبعا احنا خبرة وأكيد كان باين الحرفية الشديدة في اللعبة، ما بتحاولش تنجح. هي دي حقيقة فعلا، احنا حاجة فاتتنا بصراحة. وفعلا انتوا الخطة، عشان بقول لكم دي لعبة استراتيجية ولازم يكون في خطة وتيم بيلدينج، بحيث ان انتوا نسقتوا فعلا ممتاز جدا. طبعا اكيد اكيد، بس بعيدا، هي بجد لعبه ممتعه جدا، محتاجه لياقه بدنيه عاليه جدا ومحتاجه طول نفس، بس هي ممتعه ممتعه حقيقي، لازم تجربوها. يمكن الالعاب دي على الموبايلز او الكمبيوترز برضو بيبقى فيها حماس، لكن على الواقع مختلفه تماما، لان انت بتبقى بجد روح المنافسه، عايز تكسب الفريق اللي قدامك، وادرينالين وبتجري وطاقه، فبجد لازم تجربوها. البينت بول او اللعبه دي تحديدا موجوده طول فتره فعاليات مهرجان العالم عالمين في نسخته الثانيه، لازم تيجوا تجربوها. اتحمست جدا ان انا اروح اشارك في فعاليات المهرجان، الالعاب الرياضيه، الالعاب اللي فيها مغامرات، فيها امتاع كبير جدا لكل زوار المهرجان. لكن زي ما كنت بقول لكم من شويه، المهرجان مش بس مقتصر على الفعاليات الترفيهيه الثقافيه الرياضيه، فعاليات مهمه للاطفال، لكن الخدمات الاساسيه اللي بتهم رواد المهرجان دول، عدد كبير من المصريين والعرب والاجانب اللي بيشاركوا في المهرجان بيحتاجوا لخدمات ماليه، خدمات بريديه كتيره. عشان كده البريد المصري واحد من المؤسسات الكبرى اللي بتشارك في المهرجان عشان يوفر كل الخدمات لرواد المهرجان. هنعرف تفاصيل اكتر عن مشاركة البريد المصري في مهرجان العالمين، وبينضم لي على التليفون الدكتور وسام السيد، مساعد رئيس مجلس إدارة البريد المصري للشؤون التجارية. اهلا بيك. مساء الخير. مساء الفل. مساء الفل وعلى كل الساده مشاهدي دي ان سي. مساء الفل، وبهنيك وبهني المصريين كلهم بالمهرجان العظيم الموجود دلوقتي في العالمين الجديده. وعايزه اعرف انا ومشاهدينا الكرام، البريد المصري كواحد من المؤسسات الخدميه الكبرى في مصر، مشاركين بايه في النسخه الثانيه من مهرجان العالمين، خصوصا انكم كنتم مشاركين بفعاليه كبيره برضو في النسخه الاولى السنه اللي فاتت؟ والله يا استاذه ايه، هو يعني زي ما حضرتك تفضلت في البدايه، يعني البريد المصري بيبقى حريص جدا على المشاركه في الفعاليات القوميه، وزي ما تفضلت ان احنا شاركنا في النسخه الاولى من المهرجان وحققنا بالفعل نجاح كبير جدا، وده بيرجع لايمان البريد المصري بان الدور اللي بتقوم بيه الدوله في تحقيق التنميه الاقتصاديه المستدامه ودعم المشروعات القوميه بتاعتنا، خصوصا ان احنا بنبقى حريصين جدا كبريد مصر على المشاركه والتواجد في اي فعاليات اللي هي بتبقى من شانها تحقيق خطط التنميه، خصوصا في المرحله اللي احنا فيها من اللي هي الشمول المالي والتحول الرقمي. عشان كده احنا بنعتبر مشاركتنا في النسخه الثانيه هي استكمال لنجاحنا في النسخه الاولانيه من المهرجان. احنا حضرتك متواجدين في المهرجان السنه دي، بنقدم كل الخدمات بتاعتنا للجمهور. قد ايه عددها يا دكتور؟ اعدادها حوالي 160 خدمه متنوعه ما بين خدمات ماليه وخدمات بريديه، بالاضافه لخدمات الحكومه الالكترونيه. بنستهدف طبعا كل الفئات المشاركه او الفئات المتواجده في المهرجان. بس لرواد المهرجان او المشاركين في المهرجان ولا لسكان المدينه المقيمين كمان؟ لا يا فندم، احنا عندنا زي ما بقول لحضرتك، احنا عندنا منافذ بالنسبه للمهرجان، بنغطي المهرجان بمنافذ جناح ثابت في كل الانشطه، يعني الانشطه بتاعتنا متنوعه للتعريف بالخدمات بتاعت الهيئه، ودي زي ما بقول لسيادتك ان احنا بنستغل الفرصه الحدث الكبير ده للترويج لخدماتنا الاساسيه اللي هي بتزيد عن 160 خدمه، او اللي احنا بنقدم خدمات للجمهور، ده عباره عن جناح ثابت في المهرجان وبيتبعه عدد من سيارات البريد المتنقل اللي هي سيارات الخدمات البريديه اللي بتبقى متواجده دائما في اثناء الفعاليات بجانب الجمهور. لكن تواجدنا في العالمين تواجد اساسي على مدار العام وليس على المهرجان الحالي فقط. لكن التواجد في ايام المهرجان وفعاليات المهرجان بيديكوا فرصه اكبر ان انتوا تروجوا الخدمات اللي بيقدمها البريد، يعني ازاي بتستغلوا الحدث ده؟
طبعا احنا بنجهز حزمه كبيره جدا من الخدمات الجديده اللي بنستهدف تواجدنا في المهرجان من خلالها، وبتكون الخدمات دي فرصه ان احنا نجهز للانطلاق بتاعها في المرحله اللي جايه. بنخاطب طبعا الفئات او بنستهدف من الفئات مثلا زي الشباب للتعرف على خدماتنا، ودي بتبقى فرصه جدا ان احنا نبقى قريبين منهم للتعرف على جميع الخدمات اللي بيقوم بها البريد المصري في المرحله الحاليه او في المرحله المستقبليه. الجناح بتاعنا كمان بيشمل فعاليات على مدار المهرجان، سواء فعاليات ترفيهيه بتبقى الغرض منها التعرف والمحاكاه عن الخدمات البريديه اللي بتتقدم سواء للنشء الصغير او للشباب الصاعد، وبنستهدف من خلاله برضو الترويج للتطبيقات المالية بتاعتنا أو التطبيقات الخاصة بالتجارة الإلكترونية اللي احنا بنجهز لها. ادينا فكرة يا دكتور عن الخدمات الترفيهية التابعة للبريد المصري. الخدمات الترفيهية هي الغرض منها تعريف للنشاط كمحاكاة، بتبقى داخل الجناح الخاص بالبريد المصري. بتبقى عن أنشطة ومسابقات، بيبقى الغرض منها التعريف للنشء بتاعنا أو للأطفال. إن احنا عندنا خدمات متنوعة نقدر نخدم بها جميع الأطياف من المجتمع، وبنستهدف بها الطلبة في المدارس أو الطلبة في الجامعات أو تقديم الخدمات الرقمية للحكومة الإلكترونية بتاعتنا. ده بتبقى فرصة لينا إن احنا بنبدأ من النشء أو نقدم أو نستهدف شريحة كبيرة جدا من الجمهور في خلال المهرجان. وعايز أقول لسيادتك إن احنا السنة اللي فاتت استهدفنا أو قدمنا خدماتنا لأكثر من 250 ألف زائر خلال المهرجان. السنة دي بقى كان السنة دي بنستهدف السنة دي برضو إن شاء الله إن إحنا عندنا القدرة وعندنا الإمكانيات إن إحنا نوصل لنص مليون زائر أو عميل بخلاف المتواجدين في مدينة العالمين إن شاء الله. شكرا ليك دكتور أسام السيد، مساعد رئيس مجلس إدارة البريد المصري للشؤون التجارية، على كل الخدمات اللي بتقدم لزوار المهرجان من الرواد المهرجان أو كمان من المقيمين بشكل دائم في مدينة العالمين، تقديم خدمات لكل الناس اللي رايحة تستمتع بأجواء العالمين الساحرة بالشواطئ الرملية الرائعة، المية الخلابة، والأنشطة والفعاليات المتنوعة ما بين أنشطة ترفيهية وحفلات غنائية وأنشطة رياضية متنوعة وثقافية وغيرها. وعلشان يعني تعرف بقى فعاليات المهرجان، لو انت عايز تعرف ايه الفعاليات الموجودة في المهرجان دي، هتعمل سكان للكيو ار كود اللي على الشاشة، والكيو ار كود ده هتعمل سكان عليه، واول ما تعمل سكان هيفتح لك على طول ايه هي الفعاليات الموجودة على صفحة مهرجان العالمين. هتلاقي على الصفحة دي اهم الفعاليات، كل الفعاليات واي فعاليه هتكون مهتم بيها هتدوس عليها على الصوره بتاعتها، هتقوم تعرف كل التفاصيل الموجوده والمتعلقه بيها، سواء بقى حفله هتعرف مكانها، هتعرف تاريخها، هتعرف ازاي تقدر تحجز التذكره. عندنا حفلات لكبار نجوم في الوطن العربي زي ما انتم شايفين كده. هتلاقي كمان انشطه تانية زي ورش عمل المتعلقه بالاطفال، مهرجان نبته طبعا واحد من اهم الفعاليات في مهرجان العالمين السنه دي. هتعرف اماكن المحلات، هتعرف اماكن المطاعم الموجوده والمتاحه في مدينه العالمين. يعني اي حاجه، اي سؤال بيدور في ذهنك عن مدينه العالمين، ايه الانشطه اللي ممكن تعملها والانشطه العائليه اللي ممكن تمارسها مع اسرتك، ايه الانشطه اللي ممكن تعملها مع اولادك، ايه الحفلات، ايه الخدمات اللي بتقدم زي البنوك واماكنها، زي خدمات البريد المصري اللي كنا لسه بنتكلم عليه من شويه مع ضيفي الكريم. اي حاجه متعلقه زي كده، بتقول خريطه كامله متكامله عن مدينه العالمين الجديده وعن الفعاليات اللي هتكون موجوده في المهرجان، وهي فعاليات كلها حلوة وكلها متنوعة بترضي كافة الفئات العمرية. ودلوقتي احنا معاكم على الهواء، وبيتم افتتاح كمان فعالية او فعاليات وزارة الثقافة في مهرجان العالمين بالتعاون مع الشركة المتحدة في النسخة الثانية للمهرجان، ودي بتستمر لحد يوم 28 يوليو. هتضم المشاركة اكتر من 100 فعالية متنوعة بتجسد فنون مصر وتراثها، والفعاليات هتكون ايام الحد والاثنين
والثلاث والأربعة من كل أسبوع مع تقديم حفل فني يوم الخميس لنخبة من الفنانين والفرق الفنية في المسرح الروماني في المدينة التراثية، وهيكون كمان في كرنفال فني من عروض السيرك في المنطقة الترفيهية لمدينة العلمين، وهيكون كمان في جناح للحرف التراثية من منتجات الحرف التقليدية في الفسطاط، ومجموعة من المكتبات المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة، ورش فنية وثقافية للأطفال، وهيكون في مشاركة متميزة في مهرجان نبتة للأطفال من خلال مشاركة عدد من المواهب الصغيرة يعني الفائزين في مسابقات وزارة الثقافة. دلوقتي معنا من مدينة العلمين على الهواء مباشرة زميلتي خلود الرفاعي. أهلا بيكي يا خلود، وقولي لنا بقى نقلي لنا إيه اللي بيحصل عندك والأجواء الجميلة. أنا شايفة يعني ما شاء الله الجو جميل والأعلام وراكي بتطير وبترفرف. مساء الفل. مساء الفل عليك يا ايه، مساء الفل عليك يا هيثم وعلى كل مشاهدي شاشه دي ام سي وبرنامج المهرجان. انا موجوده دلوقتي من الممشى السياحي في مدينه العلمين الجديده، المتنفس الامثل للعائلات وللاطفال، من تصاميم، من اماكن للدراجات، من المطاعم، الكافيهات اللي موجوده. الناس هنا مبسوطه والاقبال من الصباح، تقدر تنزل تفطر على البحر مشهد ولا اروع، بالليل تقدر تيجي تاخد احلى صور ممكن تاخدها من هنا من المكان ده. كمان المكان ده بيشهد فعاليات كتير خاصه بالعائلات، سواء عروض فنيه، عروض ترفيهيه للاطفال. انا عايز اقول لك انه لو انا هتكلم عن مدينه العلمين او ما يحدث في مدينه العلمين خلال الايام اللي فاتت، فهقول ثلاث رسائل: نجاح، تنوع، وجوده. النجاح في انه احنا كنا موجودين النسخه اللي فاتت، كاميرا دي ام سي كانت موجوده النسخه اللي فاتت، وكان الموضوع مجرد فكره لمكان اترفع عليه علم ممنوع الاقتراب. النهاردة احنا بنشهد نفس المكان بيرفع عليه علم اكبر مهرجان سياحي ترفيهي في مصر والشرق الاوسط بمعايير عالمية. خليني اقولك او اشرح لك المدينة هنا من الاول خالص، الحكاية من الاول. هتلاقي فيه من المولات المشهورة أو أحسن مول هنا هو المول التجاري، اللي فيه بقى أصبح فيه براندات عالمية أكتر، بقى فيه محال تجارية أكتر، بقى فيه إقبال أكتر. التصميم بتاعه تصميم على الطراز الأوروبي، تصميم مختلف. كمان المكان ده هو المنوط بمنطقة البنوك، الخدمات، المطاعم. بعدين بيليه مباشرة منطقة النورث سكوير، وهي أهم منطقة وأشهر منطقة سياحية أو نقطة سياحية هنا في مدينة العلمين. كنا موجودين السنة اللي فاتت وكانت مبهرة بالنسبة للناس، وشفنا كمان التحدي اللي أقيم فيه المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان. كمان كان في مهرجان الدراما اللي كانت مفاجأة كبيرة لينا. السنة دي بيشهد امتداد أكبر، توسع أكبر، استقطاب براندات عالمية، ونجحوا في ده في استقطاب أكتر من 20 علامة تجارية عالمية جديدة. بيشهد كمان فعاليات متنوعة. لو بنتكلم عن أول رياضة أو أول فعالية رياضية انطلقت من هنا، هي فعالية الطيران الشراعي أو الباراموتر، ودي كانت جديدة وأول مرة بيشاركوا في مهرجان العالمين. الناس ما كانتش مصدقة أن اللعبة دي موجودة هنا في مصر بأحدث جودة، كمان بنظام الأمان عالي. تقدري تشوفي مدينة العلمين من فوق، لازم تجربوها. يعني ان انت تشوف مدينة العلمين من على الارض حاجة، ومن فوق حاجة تانية. الشواطئ مبهرة، التنوير العمراني اللي موجود، شكل الابراج، الاوتيلات، الاضاءة، الاضاءة حتى الانوار اللي موجودة بتقول رسالة امل من مكان كان ضلمة. خلينا ننتقل بعد كده لمنطقة الترفيهية او مدينة الالعاب، ودي مدينة تم انشائها خصيصا عشان تكون مفاجأة مبدئية للنسخة الثانية من مهرجان العالم عالمين. بتضم ألعاب مختلفة جدا لكل الأذواق، أطفال، كبار، أيا كان. شفنا فيها رياضة أو انطلاق بطولة الفولي بول أو البيتش فولي، وكان الناس اللي موجودين يعني اتفاجئوا إن في فعالية، المصيفين اتفاجئوا إن في فعالية ودخلوا شاركوا وكانوا مبسوطين جدا، وكان لينا الحظ إن احنا نتكلم معاهم ونلعب معاهم. أجواء مبهجة، والناس بتقول يعني لو أنا زهقت من البحر مش هعرف أزهق لأن في ألعاب موجودة أو أنشطة فعالية، يعني هتنبسط، لا مجال للزهق في مدينة الألعاب. كمان شفنا انطلاق بطولة كرة القدم على الملعب الخماسي، وشفنا نجوم كتير، شفنا مدرب كان موجود من محترف لهذه اللعبة، وكان في متشاركين كمان أو مشاركين من الجمهور الزوار العاديين كانوا مبسوطين جدا لأن عشاق السحرة المستديرة في أي مكان هتلاقيهم بيروحوا. يعني
كمان اللعبة دي مكملة لحد آخر المهرجان، وجوه لعبة كرة القدم في الملعب الخماسي هيكون في مفاجأة، إنه هيبقى في متدربين عالميين، وهيبقى في فرصة لاكتشاف المواهب، فتقدر دلوقتي تدخل على موقع تذكرتي تحجز مكانك إن أنت تكشف عن موهبتك، وممكن يكون حظك ونصيبك ان انت تكون لاعب في نادي مشهور. كمان في مكان مخصص لبطولات البادل، التنس، الباسكت بول، في العاب زي الماجيك بلانت، الملاهي العاديه للاطفال، بس كمان مزوده باحدث التقنيات، العاب الكترونيه. المنطقه اللي كان منذ قليل كان في فيديو او تقرير عن البين بول اللي هي محاكاه للالعاب الاكشن على ارض الواقع، حقيقي مهما اتفرجت على الفيديو هو بجد، يعني انا من عشاق الالعاب الالكترونيه الحقيقه، لما جربت اللعبه دي حاجه تانية خالص، كانك بتلعب اللعبه دي بجد، والسلاح اللي معاك والطلق اللي معاك، الناس مبسوطه جدا ان المكان ده فيه العاب زي دي. خلينا ننتقل كمان لمنطقه مدينه او المدينه التراثيه، المكان اللي مش بس بيقول احنا في اكبر مهرجان ترفيهي سياحي، لكن كمان احنا بنقول رسالة ثقافية تراثية، بنتكلم عن تراث مصر. 260 فدان مقام عليهم مدينة دولة لوحدها، بتضم كمان المسرح الروماني اللي شفنا ابهاره في اطلاق جودته، من إضاءة لصوت لطريقة عرض، كان أولها مع النجم الكبير مدحت صالح. وكمان المدينة التراثية بتضم مجمع سينمات في ثلاث أبنية بتسع قاعات عرض، تقدر يكون في أفلام بتعرض كتير في نفس الوقت. كمان في مجمع للمتاحف، في مكتبة، في أرض معارض مقامة على 15,000 متر، على مسطح 15,000 متر. الحقيقة في حاجات كتير جدا وفي فعاليات كتير جدا، ولازلنا في الأيام الأولى القليلة من الأسبوع الأول من 50 يوم، إحنا قدام أكتر من 300 فعالية متنوعة. إدارة المهرجان شوقتينا جدا، إن كل الأسواق شوقتيني أنا شخصيا، وشوقتي أكيد كل مشاهدينا لسه ما زاروش مدينة العالمين، كلنا بعد كل اللي أنت قلتيه ده إحنا جايين لك. وأنا هطلب منك بس ما تسيبيناش وتروحي تعملي أي حاجة من الحاجات الكتير المبهجة والمبهرة من أنشطة وفعاليات مهرجان العالمين، خليكي بعينها، هنرجع لك لأنه في رسائل كتير من مدينة العالمين الجديدة. وخلوني برضو أقول لحضراتكم أنه لما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي واحدة من كبرى الكيانات الإعلامية في المنطقة العربية، لما أعلنت عن انطلاق الدورة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة، والحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط تحت شعار العالم عالمين، واللي هيكون خلال فترة من 11 يوليو ولحد الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، تحت رعاية البريد المصري، سيتي إيدج للتطوير العقاري، حديد عز، سيراميك الجوهرة، العرجاني جروب، صندوق التنمية الحضرية، جلوبال أوتو جروب، البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، بنك القاهرة، البنك التجاري الدولي، ريكسوس مصر، وكونسل ماسترز. ودلوقتي هنروح لزميلي هيثم سعودي، موجود في مدينة العالمين الجديدة ومستمتع بالأجواء الرائعة هناك، ومعاه ضيفنا المهندس رامي متري. يا بداية عايز أقولك إن مفيش أجمل من إن الواحد يكون بيشتغل ومستمتع في نفس الوقت، حاجة كده اتنين في واحد، أجواء غاية في الروعة، بتشتغلي وانتي شامة ريحة الجو الرائع والبحر الجميل والأجواء الرائعة ومشروعات في نفس الوقت بتحسسك بالفخر. ندخل في الجد ونتكلم إنه على مساحة 164,000 متر مربع تقريباً، مول نورث سكوير مول فتح أبوابه لاستقبال زائرين مدينة العالمين الجديدة طوال فترة مهرجان العالمين، باعتباره أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العالمين الجديدة. خلوني أرحب بالمهندس رامي متري، مدير مشروعات وعضو مجلس الإدارة لشركة كونسل ماسترز، المسؤولة عن إدارة وتشغيل المول بمدينة العالمين الجديدة، المول اللي نجح انه يكون الوجهة الترفيهية والتسويقية الاولى في منطقة الساحل الشمالي كله. انا برحب بيك يا باشمهندس جدا، وسعيد بوجودك، وسعيد اكتر بصراحة باللي انتوا حققتوه وباللي انا شفته واللي انا شايفه واللي اعتقد كمان ان انا متوقعه. اشكرك، ميرسي. طبعا انتوا منوريننا، منورين مدينة العالمين الجديدة ومنورين نورث سكوير مول.
احنا بنتشرف بيكو دايما، وبنتشرف السنه دي ان احنا الحمد لله كان وورد سكوير مول مول تجاري عملاق، هو عباره عن 164,000 متر، كلهم عباره عن وحدات تجاريه ومطاعم وكافيهات ومكان فعلا للترفيه عن المواطنين والناس اللي بتبقى سكان مدينة العلمين الجديدة والمترددين عامة على مدينة الساحل الشمالي. الحمد لله احنا السنة دي عرفنا نستقطب اكتر من براند عالمي يبقوا موجودين معانا في المول، من مطاعم وكافيهات وحاجات للازياء وكمان اكتيفيشنز وحاجات للايفنتس بتتعمل في خلال الاسبوع وخلال الويك اندز اللي موجوده. اساعدك واقول لك ان هم وصلوا لاكثر من 70 براند عالمي موجود دلوقتي في المول. ده حقيقي، ده حقيقي. الحمد لله احنا عندنا براندات عالميه، براندات باستثمارات مصريه واستثمارات اجنبيه، عندنا استثمارات من بلاد العربيه واستثمارات كمان من خارج الوطن العربي موجوده معانا هنا من خلال البراندات من خلال الخدمات اللي هم بيقدموها معانا. الحمد لله يعني ساهمنا تقريبا في عمل اكتر من 1000 شخص من القوى العامله المصريه موجوده في مختلف الوظائف اللي موجوده في المول، ده بالطريقه المباشره، كمان بالطريقه الغير مباشره في وقت التحضيرات وفي وقت البري سيزن زي ما احنا بنسميه دايما، بنخدم على الافات كمان من الايد العامله المصريه اللي بتبقى موجوده معانا هنا. في دوائر اكبر كمان واوسع مستفيده من العمل في المول باشكال مختلفه. طبعا كل الشغل بتاع التحضيرات والتجهيزات والتشطيبات اللي بيبقى موجود داخل المحلات وخارجها من بدايه الوقت التحضيري بتاع السيزن، كل طبعا الناس اللي بتشتغل معانا في التسويق وفي التأجير وفي الكلام ده كله، كل الشركات دي شركات مصرية كلها وبإيد عاملة مصرية، ونتبسط دايما ان احنا نشوف المصريين وهم فرحانين بمدينتهم مكانهم وهم شغالين بايديهم واسنانهم زي كده، ما كلنا مشمرين وشغالين مع بعض. انت قلت لي كمان كلمه حلوه قوي، انت قلت لي ان مجرد ما المواطن المصري او ايا كان بيعمل ايه بيدخل المشروع بتبقى دي البدايه فقط ثم ينتشر في مدينه العالمين وبيلاقي بالظبط. ده احكي لي القصه دي. الحمد لله احنا عندنا هنا لما حد بيجي اول مره مدينه العالمين دايما بيدور على الحته اللي فيها تجهيزات وتحضيرات والمستمره اغلب ايام السنه، فالحمد لله بيبقى لو دخل من خلال الشغل بتاع التشطيبات او حتى الشغل بتاع تحضيرات للسيزن الكلام ده كله بيفضل مستمر في مدينة العالمين، بيفضل قاعد لان هو خلاص لقى المكان اللي يلاقي فيه شغله، يلاقي فيه الترفيه اللي المكان الحلو اللي يعرف يخرج فيه مع عيلته. احلى حاجه كمان في مدينه العالمين وفي نورث سكوير مول بالذات ان احنا عندنا بنقدر نخدم اكتر من فئه من الشعب المصري، احنا نقدر ان احنا عندي من اول الحاجات اللي حد عايز يتمشى وياخد حاجه بسيطه وياكل ويشرب ويقف وقفة حلوة مع عيلته ومع أصحابه، وعندي كمان المطاعم العالمية والمطاعم الفاخرة اللي تقدر تقدم أعلى مستوى خدمة موجودة، وكل ده بنفس الخدمة وبنفس الجودة اللي موجودة في المول كله بكل الخدمات اللي موجودة في المول، حتى الإيفنتس اللي بتتعمل في المول بتبقى إيفنتس كلها لكل الزائرين مش لحد معين. أصل في ممكن حد يتخض يقول لك الجمال والروعة والشياكة ومستوى النظافة ده والخدمة المتميزة اللي موجودة دي أكيد كل حاجة فيها بأسعار يعني مغالى فيها جدا، فأنا هروح فين؟ أنا إزاي أتعامل؟ فأنت بتأكد لي وأكدت لي كمان قبل كده وإحنا شفنا كمان بعنينا إن لأ في ممكن تستمتع بأقل الإمكانات. بالظبط، تقدر تستمتع بكل حاجة عندي من أقل لأعلى حاجة، يعني إحنا لو دخلنا المحلات اللي موجودة عندي هنا هتلاقي حتى مستوى التشطيب مستوى عالي جدا. صحيح، لأن ده حاجة تانية في نظرة طبعا شركة كونسل لما جينا ندير المشروع ومع طبعا القيادة السياسية وتوجيهات سيادة الوزير الإسكان وممثلين هيئة المجتمعات العمرانية اللي هم أونرز المكان اللي هم أصحاب المكان،
كان دايما بنبص لنظرة ان المحلات والبراندات اللي موجودة دي خدماتها هتبقى مستمرة لمدة 12 شهر بعد كده ان شاء الله في المستقبل، لما تكون يبقى في تسكين كامل للمدينة ويبقى في تشغيل كامل للمدينة. فاحنا مستعدين من دلوقتي لده، الحمد لله بنخش بنجيب براند فعلا مؤمن بالفكرة زيه زينا، شايف المدينة دي رايحة فين واحنا عاملين ايه فيها والشغل والمجهود والفلوس اللي اتصرفت في المكان ده، وبيؤمن بالفكر زينا زيه، بيخش بيعمل حاجة فعلا مش موجودة يمكن في القاهرة. يعني يمكن في براندات من البراندات اللي معانا كتير فاتحة في القاهرة، مستوى التشطيب اللي هي عاملاه هنا ومستوى اللوكجري اللي موجود فيها بطريقة طبعا شيك جدا، وفي نفس الوقت عندي محلات كتير جدا برضو بتخدم جميع الفئات، بتخدم جميع الاستخدامات. انا وكل الناس بتبقى مبسوطه، كل الناس بياخدوا نفس الخدمه جدا. بياخدوا نفس الخدمه وبياخدوا نفس الجوده، بياخدوا نفس الـ سواء كان الامان والنظافه والصيانه والشكل العام والمظهر العام والايفنتس وكل الحاجه اللي موجوده جوه المول موجوده مفتوحه للزائرين. ودي احلى حاجه كمان كفكره لمدينه العالمين الجديده، ان هي فعلا مدينه بتخدم فئات كتير، تخدم هي مدينة متكاملة. ما نقدرش نقول ان ده الحد وده الحد، لا بالعكس، احنا كل المصريين بيبقوا موجودين والغير مصريين، وكل واحد بيلاقي الحاجة اللي هو عايزها بالسعر اللي هو عايزه بالجودة اللي كلنا عايزين نقدمها للمواطن المصري. خاصة ان انت كمان مش بتستهدف المصريين بس، انت بتستهدف كل الجنسيات اللي بيشوفوا بيروحوا كل دول العالم، فانت داخل تنافس ده برضو بجد وبقوة. الحمد لله السنة دي عندنا احصائيات قوية جدا بالنسبة للسياحة اللي موجودة للزائرين هنا في المول. انا تقريبا عندي من 30 ل 35% من الزوار جوه المول اجانب، مقسمين الى اجانب من السياحه العربيه واجانب من السياحه الاجنبيه كمان من خارج الوطن العربي. ودي بصراحه كانت حاجه جديده مع افتتاح بعض كمان الاوتيلات اللي موجوده في مدينه العالمين وتسويق مدينه العالمين خارجيا وداخليا بالطريقه اللي احنا شفناها من السنه اللي فاتت. طبعا مشاركه الشركه المتحده يعني هي القائمه على التسويق للمدينه. طبعا الموضوع ده انعكس بشكل كبير على الزائرين وعلى السياحة اللي موجودة. الناس بقت بتيجي عايزة تيجي تنزل تتفرج على مدينة العالمين، وعايزة تيجي نورث سكوير مول اللي اتعمل فيه السنة اللي فاتت مهرجان الدراما، واللي اتعمل فيه السنة اللي فاتت الفاشن شو بتاع مايكل سينكو. فاحنا استفدنا من ده كله، وكمان استقطبنا استثمارات كمان أجنبية. أنا عندي في تقريبا من 10 ل 20% من البراندات اللي موجودة باستثمارات أجنبية عربية، وفي كمان استثمارات أجنبية خارج الوطن العربي، في كذا براند كمان إنجليزي موجودين وبراندات إماراتية موجودة. فالحمد لله يعني المدينة ظهرت بشكل كويس جدا داخليا بأن المصريين يجوا يفرحوا بمدينتهم وببلدهم، وخارجيا الناس بقت عايزة تيجي تشوف ايه اللي المصريين بيعملوه في بلدهم. طيب. ده اخيرا قبل ما اختم بسرعه، عايز اعرف في حجم التعاون اللي ما بينكم ما بين الشركه المتحده واللي خرج لنا كل هذه الابداعات من حفلات وفعاليات ومستوى اعتقد ان يخوف اي حد لسه ما بقاش ليه مكان في المول او بقى ليه موضع قدم هناك انه ممكن ما يلحقش. ده حقيقي، احنا الحمد لله احنا من السنة اللي فاتت تعاوننا تعاون كبير جدا مع الشركة المتحدة اللي جت وابتدت تفكر معانا ازاي نعمل تسويق للمدينة وطبعا تسويق لنورث سكوير مول. وابتدينا بالسنة اللي فاتت بالمهرجان الرياضي اللي اتعمل هنا في مدينة العالمين، كان منهم كوست الكورة اللي اتعمل وجاب الجيل الذهبي لعبوا على رملة شاطئ صحيح. العالمين، والحمد لله عملنا برضو مهرجان الدراما اللي كرم كل من هو عظيم في مجاله. مهرجان الدراما كان من ضمن حفلة بتتعمل سنوية في المول هنا اسمها ستار سكريبرز، هي تكريم لكل من هو ناطحة سحاب زي ناطحات السحاب بتاعت مدينة العالمين كده في مجاله.
سواء كان الفني او المجال العلمي او المجال الثقافي، كل ده احنا لازم يبقى فيه تكريم من المدينة الشابة اللي احنا موجودين فيها ومدينة الأبراج المصرية صحيح. لكل من هو برج في مجاله. مهندس رامي متري، شكرا جزيلا لوجودك معنا، ومتوقعين ان شاء الله بالمستوى اللي احنا شايفينه السنة دي ومقارنة كمان بالسنة اللي فاتت ان اللي جاي بإذن الله هيكون أكبر إن شاء الله. وأجمل كل بكتير. سنة أحسن، وكل سنة بيكو ومعاكو نبقى أحسن وأكبر، والمصريين يتبسطوا ببلدهم أكتر. شكرا جزيلا. أشكرك. خليكم معانا فاصل وراجعين مكملين بإذن الله. علمونا عنيك أسافر، علمونا أفضل مهاجر. اضرب تنس واو في صاد المراية، اتخيل انه جيتار والناس بتغني معايا. يدوم يضحكك يدوم بجدد الترحيب بحضراتكم مره تانية مشاهدي دي ام سي في كل مكان وبرنامج المهرجان، واحنا لسه بنتابع فعاليات مهرجان العلمين الجديده، واللي كان من اهم مفاجات حفل الافتتاح في مهرجان العلمين في دورته التانية كانت فقره غنائيه رائعه استمتع بيها جمهور الحفل، وده كان مع الفنانه دينا الوديدي. خلونا نعرف منها اكتر عن اجواء الحفله ومشاركتها في مهرجان مهم زي مهرجان العلمين. اهلا بيكي يا دينا، مساء الفل. خير، ازيك؟ عامله ايه؟ اهلا بيكم. اولا احكي لنا كده عن اجواء الحفل في الافتتاح كانت ازاي، وانطباعك عن المهرجان وانت من المشاركين في حفل الافتتاح فيه. والله كانت تجربه جميله جدا، انا انبسطت الصراحه ان انا كنت مشاركه بالافتتاح المهرجان السنه دي. الاجواء كانت حلوه قوي والجمهور كان متفاعل قوي معانا، كانت تجربة جميلة جدا الصراحة يعني الحمد لله. طب على ذكر تفاعل الجمهور معاكي، وكان في تفاعل كبير بقى بالأخص مع الريمكس بين أوبريت راجعين والأغنية الأيقونية اللي بترمز لصمود الشعب الفلسطيني فيفا بالستاين. بالظبط، هو الأغنية اللي أنا شاركت بيها اسمها يا فلسطينية. كان نفسي طبعا أشارك بأغنية راجعين كاملة مع فريق العمل كله، بس ما قدرناش نعمل كده. فالأغنية اللي شاركت بيها هي كلمات شعر مصري مصطفى إبراهيم وألحان وتوزيع مودي كامل، وطبعا في جزء منها في جملة لو رحلت ما ترحل حناجركم للشعر الفلسطيني سامح شقير. فكانت تجربة جميلة جدا الصراحة، وحاولنا ان احنا نعمل ريميكس من اغنية راجعين زي ما حضرتك قلتي، بس بقى بشعر برضو يعني بكلمات مصرية، يعني ميكس ما بين الديفرنت شعرين مختلفين يعني. طيب وتجربتك بقى بمشاركة الملحن والموسيقار مصطفى الحلواني، احكي لنا عنها شوية التجربة والمشاركة دي. والله احنا شاركنا بعض على المسرح، يعني للاسف ما كانش عندنا وقت نعمل حاجه مع بعض، لان هو عمل اغنيه قبلي اسمها فيفا بالستاين اللي انتم سمعتوها. انا ما غنيتهاش، ما كانتش اغنيه، بس انا غنيت الاغنيه اللي بعدها اللي هي يا فلسطينيه. فهي اغنيتين منفصلتين، وطبعا يعني الملحن مصطفى الحلواني شخص جميل جدا جدا، انبسطنا ان احنا شاركنا المسرح سوا، وان شاء الله المره الجايه بقى نعمل حاجه انا وهو مع بعض يعني. هو سامعك على فكره يا دينا، لان هو معانا على التليفون بينضم لنا على التليفون الموسيقار مصطفى الحلواني، برحب بيك. اهلا بيكي واهلا يا دينا. أهلاً انا بيك سامعك يا من ناحيه ثانيه. اهلا بيك. كنا بنتكلم على الاغنيه اللي يعني كان في تفاعل كبير جدا من الجمهور معاها، كانت دينا لسه بتتكلم فيفا بالستاين، دي كانت فكره مين اصلا؟ فيفا بالستاين، انا الاول لما كلمتني اداره المهرجان وكلمني استاذ بلال الطاوي شركة دياس بلس، وكلمتني منى عبد الوهاب، قالوا لي على فكرة ان احنا عايزين نعمل زي لوحة موسيقية طويلة تبتدي بفيفا
بيانو ثم اغنيه فيفا فلسطين، ثم قالوا لي هيكون برضو موجود الفنانه دينا الوديدي، ونخرج بعد كده باستعراض تاني. فهي الفكرة الاغنيه في حد ذاتها ما كانتش انا فكرتي انا، لكن التنفيذ والتوزيع ده كان انا. طب انطباعك ايه عن مشاركتك في الحفله والصدى اللي حققته الاغنيه وحققته الحفله ونجاحها والمهرجان، تنظيم المهرجان وبرنامج الحفلات؟ انطباعك بشكل عام، وقول لي انت ودينا اول حاجه قلتوها لبعض اول ما خلصتوا الحفله. او في حاجه قلناها لبعض قبل ما نبتدي الحفله، قلنا لها يعني يلا نعمل كل اللي نلحق عليه علشان الوقت كان مضغوط شويه. أيوة. وهي كانت مضغوطه جدا وانا كنت مضغوط جدا. فده كان اول حاجه، عايزين نبقى على نفس المستوى الاكسبكتيشن ونفس المجهود اللي كل الناس حاطاه. كونسيرنينج التنظيم، انا شايف ان احنا هنا بصدد مهرجان عالمي. احنا هنا مش بنتكلم على مهرجان حلو او حاجه معموله بكواليتي. انا من حد حضر مهرجانات كتير في مصر وبره مصر. احنا هنا في مهرجان في مستوى عالمي، حجم الاقبال طبعا رهيب، جمهور يعني ممكن ده من اكبر جمهور وقفت قدامه في حياتي، ولسه الايام اللي جايه اكتر ان شاء الله. بس انا طبعا يعني متشرف جدا بفكره ان انا ودينا كنا في حفل الافتتاح. دي حاجه يعني كبيره على الاقل بالنسبه لي. انا فخور ان انا كنت في يوم الافتتاح ده. بس واحنا سعداء بالنجاح اللي انتوا حققتوه والنجاح اللي بيحققه مهرجان العالمين. ودينا هسالك بقى، هو مصطفى قال لنا انتوا قلتوا ايه لبعض قبل الحفله، بعد الحفله قلتوا ايه؟ كنتوا متوقعين النجاح ده؟ كنتوا متوقعين تفاعل الجمهور مع اغانيكي بالشكل ده؟ والله انا انبسطت جدا بالتجربه، زي ما مصطفى قال هو تجربه جميله قوي ان احنا نكون مشاركين في الافتتاح. وطبعا يعني دايما بقول احلى حاجه في الافتتاح الكينج محمد منير، ان هو كان كل جمهوره مستنيه وكان حفله حلوه قوي وختمت بيه كده ختام جميل جدا جدا. انا ومصطفى انبسطنا جدا بالتجربه الصراحه، وحابين يعني قعدنا نقول انها كانت تجربه جميله. كان بس زي ما هو قال نفسنا الوقت يبقى اكتر واكتر، واحنا عملنا فعلا نقدر عليه على قد ما نقدر، واجتهدنا يعني على قد ما نقدر في التجربتين دول يعني. طب قبل ما اختم معاكوا، اوصفي لي مشاركتك في واحد من اهم المهرجانات في الشرق الاوسط. انا مبسوطه جدا لانه زي ما اتكلمنا هو فعلا الفستيفال دوت مختلف، عشان هو في مدينه ساحليه الناس تقدر تروح تحضر يعني تحضر المهرجان، وفي نفس الوقت تقدر كمان تنبسط لو عايزه تقعد وتغير جو وتنزل بحر، وفي اكتيفيتيز كتيره جدا بتحصل وفعاليات كتير قوي في المهرجان. الحاجه الثانيه انه يعني بشكل انا شدني في المهرجان ان هو مش سبيسيفيكلي على جانرا معينه، لا هو بيبريزنت كل انواع الموسيقى وبيتارجت فئات مختلفه جدا واعمار مختلفه قوي من الجمهور. وده حاجه كويسه قوي لو حد معاه عائلات او صحابه او كده، ففي فرايتي كبير قوي. وبجد كل المشاركين في المهرجان حلوين جدا، ف يعني مهرجان جميل جميل جدا يعني. ولسه يعني ده احنا لسه في بالضبط. اول كام يوم والمهرجان واصل صدى واسع جدا ومحقق نجاح كبير، فلسه ايام المهرجان طويله لحد الاسبوع الاول من سبتمبر. انا بشكرك دينا الوديدي والموسيقار مصطفى الحلواني على وجودكم معانا النهارده، وبشكركم على الاغنيه الرائعه اللي قدمتوها في فعاليات المهرجان. Thank you.
من منطقه الالعاب برضو كان في انطلاق واحده من مسابقات كره القدم اللي بتتعمل في العالمين السنه دي، وهي لعبه واحد على واحد اسرع لاعب، ودي مسابقه بتعتمد على المهاره والسرعه ومشاركه كمان لنجم منتخب مصر السابق محمود عبد الحكيم. المنافسه السنه دي كمان بقى بتديك عشان تشجعك اكتر، بتديك فرصه انك هتتدرب كل ويك اند مع نجوم الرياضه المصريه في العالمين. لكل عشاق الساحرة المستديرة، بطولات كرة القدم بتناديكم من ملاعب مدينة العالمين، وأول بطولة من نصيب 1v1 على ملعب خماسي مجهز بأعلى جودة. النهاردة أول حاجة ابتديها بيها الـ 1v1 المهارة، يعني هو كل واحد بيحب يبين مهارته، وما لقيناش حد أحسن من كابتن محمود عبد الحكيم، أحرف لعيبة في مصر في الخماسي، هو اللي هيقدر يفيدنا في الموضوع ده جدا، وأكيد كل الناس اتفرجت عليه وبالذات الشباب وعارفة إن هو يعني لعيب خطير في الموضوع ده. اهتمام كبير من إدارة مهرجان العالمي بالفعاليات الرياضية، ووفروا لك فرصة كمان كل ويك أند خلال المهرجان إنك تلعب وتتدرب مع نجوم كبار وحريفة اللعبة. النهاردة بنعمل بطولة أول مرة تتعمل في مصر اللي هي 1&1، دي حاجة ممتعة جدا، فيها متعة أكتر، كرة القدم معمولة للمتعة، وإحنا حاجة من الحاجات اللي بتفرح الناس في مصر كرة القدم، الناس بتحب الكورة، فهيشوفوا أي حاجة فيها كرة قدم وفيها متعة هتلاقي الحضور كتير، و فكرة كويسة طبعا، مش هنلاقي أحسن من مكان هنا نعمل فيه البطولة، الملعب نفسه الفيو كمان عالمي، يعني يخلي الواحد بيلعب ونفسه مفتوحة، فأنا شايف إنها حاجة كويسة جدا. المكان لذيذ والأجواء لذيذة، والموضوع إن هو معمول على البحر وفي العالمين وكده، فالموضوع الجو كويس والبطولة معمولة بشكل كويس، فبفكر إن أنا أخش يعني أشارك وكده. اللي بيحفز في الحاجات دي إن بيبقى في برايز ماني وكده، فاللي هو إن أنت تيجي تشتركي وكده دي بتبقى حاجة حلوة يعني. من 18/7 ولحد نهاية المهرجان قدامك فرصة تكشف عن موهبتك وتشارك وتحجز مكانك في البطولات من خلال الموقع الرسمي لتذكرتي. مستنيينك في عالم العالمين. من أكتر الأنشطة والفعاليات اللي بتجذب اهتمام وانتباه رواد مهرجان العالمين الجديد هو الفعاليات الرياضية، عشان كده هنروح مع زميلي هيثم من العالمين ونعرف أكتر عن الفعاليات الرياضية الموجودة هناك. أهلا بك يا آية مرة تانية، خليني أرحب كريم جمعة مدير تطوير الأعمال في شركة سكور جراس للنجيل الصناعي. الشركة هي اللي مسؤولة عن ملعب كرة القدم الموجود في المهرجان بالشراكة مع الشركة المتحدة. ايه الجديد السنة دي؟ ايه اللي هيقدموه السنة دي من خلال الملعب؟ ده اللي هسأل فيه كريم. ازيك الأول يا كريم؟ ازيك يا هيثم؟ ايه الأخبار؟ ايه الجديد السنة دي؟ السنة اللي فاتت كنتوا عاملين شغل حلو قوي، السنة دي برضو بادئين بداية قوية، وأعتقد إن في شوية مفاجآت كده نحاول نعرف يعني جزء منها ولو بسيط منها. أول حاجة جديدة حبينا إن احنا نبدأ بيها هي أرضية الملعب. قدرنا إن احنا نوفر أرضية ملعب منتج مختلف يحسن من أداء اللعيبة، يساعدهم إن هم يطلعوا أحسن أداء، ومنتج استخدمنا فيه هو منتج نجيل صناعي، لكن استخدمنا مادة طبيعية فيه اسمها جيوفيل بديلة للربر. الربر طبعا ليه أضرار كبيرة جدا بالنسبة للعيبة، فمادة الجيوفيل دي هتساعدهم إن هم يتنفسوا بشكل أحسن، هتحميهم من الإصابات، وهتساعدهم ان هم يطلعوا احسن اداء عندهم. مش عارف، هو سؤال فني، اعتقد ان دي تكلفتها اعلى، طالما ان مواصفاتها تكلفتها ومميزاتها اكتر فتكلفتها اكيد اعلى. انتوا عاملين شغل جامد، صارفين على الموضوع جامد. تكلفتها اعلى علينا، ولكن عشان احنا حابين ان التجربه دي تنتشر في مصر وكل ملاعب مصر تكون بالشكل ده، فاحنا موفرينها للماركت بسعر مناسب جدا، عشان كل ملاعبنا تقدر تشجع اللعيبه وتقدر تشجع كل الرياضيين ان هم يطلعوا احسن حاجه عندهم وتحميهم كمان اكتر. بالظبط، لان احنا طبعا زي ما بنشوف اللعيبه بتتصاب في السيزن اصابات كتيره جدا، واغلبها للاسف بتكون بسبب ارضيه الملاعب. فاحنا اول حاجه وفرنا لهم بيئه كويسه، وفرنا لهم ملعب كويس عشان يقدروا يطلعوا احسن حاجه عندهم. انت بتكلمني كمان ان المنتج مميز اكتر، وانتوا عاملينه بسعر تنافسي كمان، يعني بالزبط. ممكن يبقى متاح عند الجميع يشجع الناس. وكمان اختراع مصري ومنتج مصري 100%. عمليه التصنيع بتتم كلها في مصر، واحنا كشركه سكور جراس قدرنا ان احنا نصدر لاكثر من 35 دوله على مستوى العالم، وقدرنا نصدر ملاعب بادل لاسبانيا. الله، جميل جدا الكلام ده. يعني انتوا شغالين على التطوير وكمان على التصدير وعلى تسويق
منتجاتكم كمان، انتوا دلوقتي بتحاولوا تعملوا فرشه في السوق المصريه كمان. بالظبط، انتوا اوريدي عاملين شغل بره ومصدرين بره. لان احنا المنتج المصري يقدر ينافس المنتج الاوروبي، احنا مقتنعين بده ويقدر يتفوق عليه كمان. فكانت بدايتنا احنا في كل مكان في مصر هتلاقي ملعب خماسي، هتلاقي ناس بتحب تلعب كوره. فكل ما تقدر ان انت تحسن لهم تجربتهم ويقدروا ان هم يستمتعوا بارضيه الملعب ويطلعوا احسن حاجه عندهم، هيبقى عندك رياضي قادر ان هو ينافس في مستوى عالي، فتقدر يبقى عندك في الاولمبياد تقدر تحصل على ميداليات اكبر، تقدر ان اللعيبه تنافس في مستوى تنافسي عالي يليق باسم مصر ويشرف مصر. وانتوا اكيد كمان خدتوا بالكم ان الدوله يعني بتتوسع جدا في الملاعب دي في كل محافظات مصر طبعاً. بشكل كبير جدا، فالمنتج ده هيبقى مهم جدا. نرجع تاني للفعاليات الرياضيه اللي هيتم ترتيبها السنه دي، قول لنا كده على شويه مفاجات وحاجات لطيفه. بدانا امبارح بتو ايفنتس مهمين جدا. اول ايفنت اقطع الكوره من محمود عبد الحكيم حاوي طبعا، وكان ده تشالنج صعب جدا، بس احنا عايزين نعرف اللعيبه الموهوبه واللعيبه الحريفه فعلا، لان احنا الاول احنا عايزين نحدد الرياضي اللي محتاج ان احنا نقدر نشتغل معاه عشان يوصل لليفل عالي، وبعد ما نقدر ان احنا نوصل للرياضي ده نشتغل معاه كمان ان هو يقدر يكمبيت في الليفل العالي ده. لا ثواني يعني، بس يعني بس مش اللي جاي جاي يستمتع وخلاص ويقضي وقت لذيذ، لا ده داخل في منافسات وممكن من خلالها يتم اكتشافه عشان يدخل في حاجات اكبر واروع كمان. طبعا احنا كان جزء اساسي وكانت مسؤوليه كبيره علينا ان احنا نقدم الترفيه للناس، لان مسؤوليه ان انت تسعد الناس وتبسطهم مسؤوليه كبيره طبعا. جدا، ولكن كمان حبينا ان احنا نقدم فاليو كبيره وفاليو مختلفه تقدر تساعد الرياضيين ان هم يكونوا في مستوى اعلى. عشان كده عملنا كمان غير ايفنت اقطع الكوره من محمود عبد الحكيم، عملنا ايفنت اسرع لعيب. واسرع لعيب احنا عشان بنحدد سرعته، نقدر نحدد سرعته ازاي؟ باحدث اجهزه فيها تكنولوجي مهمه جدا بنحدد السرعه من خلالها، زي الجي بي اس والتايمنج جيتس، وبيقدر يعرف من خلالها اللعيب سرعته، وكمان بنديله نصايح ان هو ازاي يقدر يحسن من سرعته ويطورها. اسرع واحد ومين يقطع الكوره من محمود عبد الحكيم؟ محدش. دي الايفنتس اللي موجوده لحد دلوقتي. في حد قدر يقطع الكوره او حد هيقدر يقطع الكوره منه؟ حاولوا بس النتيجه حاولوا. ايه صعب. في حد فاز قدر ان هو يعمل ده، عشان كده احنا ادينا له جايزه ماليه. بجد؟ ودايما احنا موفرين جوائز ماليه، ومش دي اول التشالنجز وخلاص على كده، لا احنا كمان طول الفتره لحد 31/8 انتهاء مهرجان العالمين مقدمين تشالنجز مختلفه وبطولات للجمهور وللعيبه وتحديات واختبارات لاكتشاف مواهبهم. فاحنا مقدمين الخدمه لكل الناس، بندعوهم ان هم يجوا، هيتبسطوا جدا. الحجز موجود من خلال تذكرتي، لو حابين ان هم يعرفوا اي معلومه يقدروا يزوروا صفحه مهرجان العالمين وصفحه سكور جراس، ومستنيينهم. انا عايز اقول لك على حاجه بس، ان اللي خد الجايزه اللي قطع الكره من محمود عبد الحكيم ده يستحقها، لان انا شفت نجوم كبار جدا يعني مدافعين على اعلى مستوى حقيقة. وانت كمان عارفهم طبعا، يعني مش هنقول اسماء دلوقتي، بس شفت محمود عبد الحكيم بيعمل معاهم ايه. احنا شفنا السنه اللي فاتت كمان، واعتقد ان حضراتكم تابعتوا مباريات كره قدم بين نجوم كبار في كره القدم منتخب مصر، نجوم منتخب مصر السابقين عملوا شغل حلو قوي. فكره ان انت بتبني على نجاح السنة اللي فاتت فبتعمل دعوات لنجوم، المردود السنة دي اعتقد كمان مختلف بعد النجاح الكبير اللي حصل طبعاً. السنة اللي فاتت طبعاً. اداك قوة وخلى توقعات الناس اكبر وخلى المسؤولية علينا اكبر، ودي حاجة بسطتنا جدا وشجعتنا، لان احنا حابين ان احنا نقدم قيمة حقيقية للناس وحابين ان احنا نبسطهم، ومستنيينهم ودايما عايزينهم يكونوا متحمسين لكل جديد هنعلن عنه، عشان لسه المفاجآت جايه كتير قوي، والجوائز الماليه كمان هتكون كبيره جدا. وانتوا بتشوفوا الماده الجديده او المواد الجديده او الشكل الجديد من النجيل اللي بتستخدموه في الملاعب السنه دي، حاسين بايه؟ حاسين انطباعات الناس اللي بتلعب على الارض عامله ازاي؟ اتبسطنا جدا من ردود افعال اللعيبه المحترفه اللي لعبت على الملعب امبارح. كان معانا لعيب اسمه اسعد، مصري بيلعب في المانيا، محترف في المانيا، فقدر ان هو يشوف ويعاصر الفاسيليتي بتاعت المانيا،
وقال لنا وكنا مبسوطين جدا برأيه ده ان الأرضية دي هو ما شافش زيها كنجيل صناعي واتبسط منها جدا، وحابب كمان ان احنا نعمم التجربة في مصر ونقدر ان احنا نصدر المنتج ده في العالم كله. آخر سؤال قبل ما اشكرك، شايف الإقبال في أول أيام للمهرجان عاملة إزاي، وبتتوقع بناء على اللي انت شفته السنة دي مع بداية المهرجان في دورته الثانية الأيام اللي جاية تبقى عاملة إزاي توقعاتك؟ الإقبال الحمد لله كويس جدا، وطبعا احنا مستنيين الإقبال يزيد وأكتر من كده، عشان احنا دايما في جديد ودايما في مفاجآت، واحنا بندعو من مكاننا هنا الناس انها تيجي مهرجان العالمين. مهرجان العالمين مفتوح لكل الناس، يقدروا يحجزوا من خلال تذكرتي، بروسس سهله جدا، كل الناس بتحجز طبعا الماتشات من خلال تذكرتي، ويتابعونا وان شاء الله هيتبسطوا جدا. في اللقاء الشويه صغيرين دول اكتشفنا شويه حاجات حلوه قوي، ان المهرجان مش بس بيقدم ترفيه ومتعه للمصريين وغير المصريين اللي بيكونوا موجودين، لا ده احنا كمان بنعلن عن منتجات مصرية بيتم تصديرها لكل دول العالم، زي النجيل الصناعي اللي اتكلمنا عنه من شوية. كمان بنتكلم على ان في قيمة للي بيفوز واللي بيتم اكتشافه ان هو عنده من المهارات والقوة ان هو ممكن نشتغل عليه اكتر فيطلع منه حاجة لطيفة، يعني حاجات كتير قوي مع بعضها. الموضوع مش ترفيه بس ولا متعة ولا سعادة بس، في قيم كتير قوي موجودة في مهرجان العالمين. خلوني أشكر الأستاذ كريم جمعة مدير تطوير الأعمال في شركة سكور جراس للنجيل الصناعي، ودلوقتي خلونا نرجع للاستوديو لزميلتنا آية، ولا خلونا نطلع فاصل ونرجع لآية مرة تانية. مرحب بحضراتكم من جديد في برنامج المهرجان اللي بنتابع من خلاله كل فعاليات مهرجان العالمين اللي بتتنوع فعالياته ما بين حفلات غنائيه، عروض مسرحيه، منافسات رياضيه متنوعه، ومهرجان للطعام، غير طبعا منطقه الالعاب ومفاجاتها المختلفه اللي فيها بشكل يومي كل يوم مفاجات متنوعه. العالمين كحدث ترفيهي بيجمع تفاصيل كتير، ومن أهم فقرات المهرجان هي الحفلات الغنائية المختلفة والمتنوعة، واللي هيتكلم عن تفاصيل كتير متعلقة بيها النهاردة مع ضيفنا الناقد الفني مصطفى حمدي، نورنا في برنامج المهرجان على شاشة دي ام سي. أهلا بيك. بنورك وأهلا بيكي وأهلا بمشاهدي دي ام سي دايما. خلال بقى متابعتك لحفلة والكام يوم اللي عدوا من الافتتاح اللي كان يوم الخميس، حفلة منير العملاقة اللي كانت يوم الجمعة، قولي انطباعك كده عن المهرجان والحفلات اللي تمت فيه لحد دلوقتي. الحقيقة انه مهرجان العالمين انا بعتبر انه من المهرجانات اللي ولدت عملاقة، يعني مهرجان من دورته الاولى واتولد كبير بحالة الزخم اللي عملها في زي ما بنقول سوق المهرجانات الترفيهية في المنطقة. الافتتاح السنة دي كان اكثر ابهارا من الدورة الاولى، وده يميز المهرجان في انه بتحس وانت بتشوفه ان المهرجان بيتطور، انه دايما في تقدم بيحصل فيه على مستوى الشكل، على مستوى الافكار اللي بتتعمل بيها الحفلات. ليه قلت اكثر ابهارا من الدوره الاولى؟ لانه السنه دي انا شفت مثلا في فكره جديده اتعملت في حفل مدحت صالح اللي عجبتني بشكل،
فكره غناء المقامات، انه مدحت صالح بيعمل حفله في الافتتاح، مش الرسمي اللي هو قبل المهرجان، قبل الافتتاح الرسمي بيوم، بيغني فيها اغاني بمقامات متنوعه، فده نوع من التثقيف الموسيقي. ففي مهرجانات كتير ما بتقدمش الرساله دي، بتديها تعمل حفلات اغاني في مطربين، بس ما فيش فكره انه انا بغني مقامات موسيقيه متنوعه فبقدم ثقافه موسيقيه للجمهور. على الافتتاح الرسمي بقى اللي كان بوجود الفنان الكبير محمد منير، انا شايف انه اختيار موفق جدا جدا. محمد منير انا بعتبره احد رموز الفن المصري، ولو هنقول انه في مطرب بيعبر بصوته عن التنوع الثقافي اللي موجود في الهويه المصريه فهو محمد منير، والشعبيه الطاغيه في مصر وفي الوطن العربي طبعا. فافتتاح بنكهه مصريه اصيله زي ما بنقول كده. طبعا انا من الاشياء اللي احترمتها وقدرتها جدا وارى انه يجب الاشاره اليها دايما هو انه مهرجان العالمين صحيح مهرجان ترفيهي وسياحي، بيهدف الى الترويج لمدينه جديده اللي هي مدينه العالمين الجديده، لكن برضو منظم المهرجان والمسؤولين عن المهرجان منسيوش انه الاشاره الى القضيه الفلسطينيه، وانه القضيه الفلسطينيه في قلب الدوله المصريه دايما وفي قلب كل مصري. وده كان بدايه من شعار المهرجان اللي بيجمع طبعاً ما بين علم مصر وفلسطين طبعاً، وصولا بقى لكل فعاليات المهرجان. لكن كمان الناس اللي ما راحتش لسه العالمين لحد دلوقتي بتتابع الصحف المحليه او الصحف الاقليميه، الصحف العربيه، هتلاقي دايما في تواجد قوي لمهرجان العالمين، الكلام عنه لا يتوقف، الاشاده بيه طول الوقت على صفحات الصحف الاقليميه والعربيه. وعايز استعرض معاك بعض من العناوين اللي تصدرت الصحف على مدار الكام يوم اللي فاتوا القليلين دول، من بدايه بس افتتاح المهرجان من يوم الخميس اللي فات. هبتدي من السعوديه وجريده سبق. الجريده كتبت انه العالمين اكثر الوجهات السياحيه المصريه اللي بيطلبها السعوديون حاليا. الحقيقه ان ده خبر مهم جدا، لانه واحد من اهداف مهرجان العالمين هو الترويج السياحي لمدينه العالمين الجديده. الحقيقه ان ده حصل بدايه من السنه اللي فاتت، يعني انه الاقبال السياحي من الدول العربيه بدا بشكل كبير جدا يحصل من بعد الدوره الاولى لمهرجان العالمين، وانه يحصل برضو السنه دي، فده بياكد انه الاستراتيجيه اللي تم بيها تنظيم المهرجان وتصميمه والدعايه من خلاله لمدينه العالمين الجديده، ده بياكد ان دي استراتيجيه ناجحه جدا. ايه الهدف من المهرجان؟ انه تعمل ترويج سياحي. والحقيقه انه الدول العربيه هي الاقرب لفكره الاقبال السياحي على مدينه العالمين الجديده، وانا متاكد انه الاعداد هتزيد دوره بعد الثانيه وسنه بعد الثانيه وباسرع ما نتوقع. يعني ده الواضح السنه دي من المهرجان، انه الاقبال السياحي بيزيد والطموحات اعلى بكتير انه يبقى فيه افواج واعداد من السياح اكبر، وانا متفائل جدا انه ده هيحصل السنه دي والسنه الجايه بشكل اسرع بكتير ان شاء الله. جريده الشرق الاوسط اتكلمت عن المقامات اللي اتكلمت عنها، مقامات مدحت صالح واغنيات محمد منير تطرب جمهور العالمين. زي ما قلت لحضرتك انه فكره حفل المقامات اللي عمله مدحت صالح هي فكره جديده ومختلفه، فكره بتحترم الموسيقى، يعني فكره بتفهم الناس وبتثقفهم موسيقيا. طبعا محمد منير لا خلاف على انه وجود محمد منير في مهرجان العالمين اضافه كبيره جدا للمهرجان، اسم كبير جدا هو طبعا، وبقيه النجوم اللي هيبقوا موجودين في المهرجان على مدار فعالياته، لانه مهرجان العالمين السنه دي جايب نجوم كبيره جدا جدا، وفي مفاجات كبيره. البدايه المبشره بمحمد منير دي بتدعو للتفاؤل في اللي جاي. على ذكر انه الحفلات الجايه مبشره، كمان موقع الانباء الكويتيه كتبوا ماجده الرومي في العالمين الحفلات اللي جايه بقى. طبعا ماجده الرومي يوم الجمعه وكاظم الساهر يوم الخميس. الحقيقه انه ماجده الرومي اسم كبير جدا، فنانه عظيمه ولها جمهور في مصر ولها جمهور في الوطن العربي كبير جدا جدا، وهي بتمثل برضو لون من الوان الموسيقى اللي موجوده اللي المهرجان حرص على وجودها، انه يخلق حاله من التنوع. يعني هنلاقي مهرجان العالمين دايما عامل حاله تنوع بين الموسيقى الكلاسيكيه والموسيقى الطربيه، يعني لو هنتكلم على الموسيقى الطربيه كاظم الساهر، مدحت صالح، الموسيقى الكلاسيكيه والشكل الكلاسيكي ماجده الرومي، هتلاقي موسيقى البوب التقليديه يعني نجومها موجودين على راسهم مثلا عمرو دياب والمطربين اخرين، هتلاقي الراب والتراب، هتلاقي موسيقى الاقرب للاندر جراوند اللي هي ممثله في كايروكي ومسار اجباري وغيرهم. ففي حاله التنوع اللي موجوده دي اعتقد انها من اهم مميزات المهرجان على المستوى الموسيقي. صحيح، ترضي كافه الاذواق وكافه الفئات العمريه. بالتأكيد. واحنا بنتكلم على نجوم من كل انحاء الوطن العربي
والقوة الناعمة المصرية الموجودة على أرض مصر بمشاركة العالم العربي كله في جريدة النهار اللبنانية رفع الأعلام الفلسطينية في مهرجان العالمين ورسالة تضامن من محمد منير. طبعا من بداية المهرجان ومن قبل انطلاق المهرجان أعلنت الشركة المتحدة عن شعار الدورة وأنه رفع العلم الفلسطيني إلى جوار العلم المصري في مهرجان العالمين. وطبعا محمد منير من الفنانين اللي دايما أغانيهم لها بعد اجتماعي وقدم أغاني كتير لها بعد سياسي وأغاني بتعبر عن القضية الفلسطينية وكل القضايا اللي بتتماس مع الأوطان العربية وطبعا على رأسها بلدنا يعني. فالحقيقة أنه هذا الوعي والرسائل السياسية اللي بيقدمها مهرجان العالمين من خلال صناع المهرجان ومن خلال نجومه وفنانيه هي بتعبر عن توجه الدولة المصرية وبتعبر عن توجه الشارع المصري المتحد مع توجه دولته في أنه القضية الفلسطينية دايما في قلب المصريين وأنه إحنا أكتر ناس وقفنا في ظهر القضية الفلسطينية وبنعبر عنها وندافع عنها بكل السبل من أول الدبلوماسية ولحد الفن. العناوين في الصحف المحلية والإقليمية كتير جدا نتكلم عن مهرجان العالمين، لكن هنخرج لفاصل. أستاذ مصطفى حمدي الناقد الفني يعني أستاذ حركة، نخرج لفاصل إعلاني قصير وبعده هنكمل مع حضراتكم متابعة منشطات الصحف اللي بتتكلم عن عظمة مهرجان العالمين الجديد. لسه مكملين في برنامج المهرجان متابعة لأهم فعاليات مهرجان العالمين في دورته الثانية، والصحف المحلية والصحف الإقليمية اللي تناولت أخبار مختلفة عن مهرجان العالمين منذ انطلاقه. أول أيام المهرجان كان يوم الخميس اللي فات، كان صدى واسع جدا للمهرجان، منشطات في كل الصحف المحلية والإقليمية والعربية، ولسه بنكمل قراءة في هذه العناوين مع ضيفي اللي مشرفني النهاردة الأستاذ مصطفى حمدي الناقد الفني. أهلا بيك مرة تانية. أهلا بحضرتك. طيب وإحنا لسه بنتابع في الأخبار من اليوم السابع، كتب عنوان ليلة لا تنسى عن ليلة الافتتاح المبهجة اللي كانت في مهرجان العالمين في الدورة الثانية دي. حقيقة أن ليلة الافتتاح كان فيها تفاصيل كتير، يعني مش بس حفلة محمد منير الجماهيرية الناجحة بحضور الكينج اللي دايما ليه بريقه الخاص وليه حضوره اللي الجمهور بيحبه، كمان الأغنية اللي عملتها دينا الوديدي علشان خاطر موجهة إلى القضية الفلسطينية كان فيها رسالة عظيمة جدا جدا، وكمان الإخراج المسرحي اللي اتعمل خلال الأغنية وفيها مقاطع متاخدة من التراث الفلسطيني والغناء ومع الاستعراضات اللي موجودة مع عالم فلسطين، الأجواء كلها مميزة جدا وفيها عنصر الإبهار بشكل كبير. طبعا الكينج محمد منير وجوده مش هنقول عنه كلام زيادة أكتر من اللي دايما بيتقال، إنه دايما ليه بريقه الخاص وحضوره المميز، فبالتالي يعني كان اختيار موفق جدا. يعني أنا شفت كمان الجمهور اللي كانوا واقفين برا الحفلة منتبهين وبيسمعوا الكينج محمد منير، كانت أرينا مفتوحة، فاللي واقف بره كمان يقدر يشوف الحفلة ويقدر من الشاشات كمان الموجودة في كل مكان يقدر ان هو يتابع الحفلة. فالجمهور اللي كان موجود مش بس بنحسب الجمهور اللي جوه الحفلة او اللي قطع التذاكر، كمان اللي بره الحفلة بالضبط، كل رواد مدينة العالمين الجديدة كان بإمكانهم ان هم يقدروا يشوفوا الحفلة ويتابعوها، مش بس اللي بيقطع تيكت وبيدخل بيحضر الحفلة يعني بشكل مباشر. لكن الحقيقة انه عنصر الإبهار هنا في نقطة مهمة لازم أشير إليها، انه الاخراج المسرحي للحفلات والاستعراضات والفاير ووركس اللي بتتعمل والاضاءه وهندسه الصوت، كل الحاجات التقنيه والعناصر التقنيه اللي موجوده موجوده على اعلى مستوى، فده بينقل زي ما بيقولوا كده سوق الحفلات في مصر
لليفل جديد ومستوى تاني، اعتقد انه محدش هيرضى انه يبقى اقل من كده، لانه دايما احنا كنا عندنا فنانين كبار وعندنا نجوم، لكن كنا بنقعد نسال نفسنا هو ليه مش بنعمل حفلات شبه الحفلات اللي بنشوفها بره؟ ليه مستوى هندسه الصوت او الاضاءه او الاخراج المسرحي زي الحفلات اللي بنشوفها في امريكا واوروبا والنجوم العالميين؟ مهرجان العالمين السنه دي والسنه اللي فاتت الحقيقه عوض النقطه دي، وبقى في عندك مستوى مختلف من عناصر الإبهار اللي بتبقى موجودة في الحفلة. على فكرة دلوقتي حفلات المطربين مش مجرد انه مطرب واقف بيغني على ستيج ورا فرقة، لازم يبقى فيه لايت سيستم مختلف، في استعراضات، في شاشات بتستعرض. الإبهار جزء من الترفيه، واحنا بنتكلم مش بس على مهرجان ترفيهي متنوع، انما بيهتم بالجودة فيما يقدمه للجمهور. بالتأكيد. طيب، في موقع الكويت بريس تصريح لجمانة مراد، حفل انطلاق النسخة الثانية من مهرجان العالمين وصورة مشرفة ومبهرة. دي الأصداء اللي المهرجان عملها حتى عند الفنانين العرب، سواء حتى المقيمين في مصر أو اللي مش مقيمين في مصر، لكن الردود الأفعال والفيدباك اللي عمله المهرجان عند الوسط الفني المصري والعربي إيجابي جدا، ومخلي كل الناس بتتكلم بشكل إيجابي عن المهرجان، وشايفة أنه لا، مصر بتعمل حاجة مختلفة، في مهرجان سياحي مختلف ومعاه مدينة جديدة فيها كل عناصر الإبهار اللي ممكن تجذب السياحة. الحقيقة أنه مهرجان العالمين ساعد أن مدينة العالمين بسرعة جديدة جدا تبقى وجهة سياحية مميزة جدا في منطقة البحر المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط والوطن العربي. فأعتقد أنه سياحة المهرجانات دي نقطة مهمة جدا، مهرجان العالمين عمل بصمة كبيرة فيها. نتمنى إن شاء الله السنين الجاية يبقى عندنا أكتر من مهرجان في مدن تانية غير العالمين، وإحنا ما شاء الله يعني الدولة المصرية وبلدنا كل سنة تبني مدن جديدة، ومدن سواء مدن تنموية ومدن سياحية، وإحنا عندنا ثقة كبيرة إن كل مدينة جديدة هتتعمل هيبقى فيها مهرجان وهيبقى فيها عناصر تسويق وجذب مختلفة وناجحة. خاصة كمان إنه انطلاق المهرجان يعني ما انطلقش بشكل تدريجي، هو انطلق بقوة، النسخة الأولى منه كانت ناجحة جدا، النسخة الثانية بتبني على هذا النجاح. شفنا من اليوم الأول انطلاق المهرجان في فعاليات المهرجان، حفلات غنائية، أنشطة رياضية، رياضة شاطئية، رياضة مختلفة زي سكاي سبورتس. شفنا مهرجان نبتة للطفل، ده شيء مميز ومختلف أصلا. يعني المهرجانات السياحية ما بتبصش، ما حصلش قبل كده. يعني أنا متأكد أنه ما فيش مهرجان سياحي ترفيهي بيبص للطفل، كله بيبقى النظرة للكبار والناس اللي عايزة تتبسط وتقضي وقت لطيف، لكن انه ده بيعكس وعي ونظره لفكره الابعاد او الرساله اللي بتتقدم، لانه الاطفال والجيل مهم جدا. وبالمناسبه على فكره، حتى لو هنفكر في الموضوع سياحيا، ما هو جزء كبير من رواد المناطق السياحيه بيبقوا اطفال عائلات، فهم من حقهم ان يبقى متوفر ليهم محتوى ومهرجان يتفاعل معاهم وكمان يساهم في تنميه وعيهم. أنا بشكرك شكرا جزيلا ضيفي الكريم الأستاذ مصطفى حمدي الناقد الفني على قراءتك معنا الأخبار والتفاصيل المتعلقة بمهرجان العالمين، المهرجان اللي كلنا كمصريين بنفخر أنه موجود على أرض مصر في مدينة سياحية رائعة الجمال، مدينة العالمين الجديدة. بدعوكم جميعا أن أنتم تروحوا تستمتعوا بهذه المدينة الرائعة في كل شيء، استمتعوا بفعاليات المهرجان، وإحنا على مدار أيام المهرجان هنكون معاكم طول الوقت ننقل لكم أصداء المهرجان، فعاليات المهرجان، ردود الأفعال وكل جديد متعلق بمهرجان العالمين. بشكركم جدا على متابعتكم لينا، وكمان بشكر زميلي هيثم كمان مستنين منك مفاجآت كتيرة بكرة والأيام الجاية. يا آية شكرا ليكي، وشكرا لكل زملائي، وشكرا كمان أكتر وأكتر لكل الناس اللي كانت بتتابعنا النهاردة. اللي أنا عايز أوعدهم إن شاء الله بكرة وكل الأيام اللي جاية كل يوم هيشوفوا مفاجآت مهمة جدا في برنامج المهرجان، برنامج المهرجان اللي هيقدم لكم كل الفعاليات اللي موجودة في مهرجان العالم عالمين. هنوريكم كل حاجة بتحصل هنا كأنكم موجودين معانا بالظبط. يا رب تكونوا استمتعتوا النهاردة، وانتظروا الأكتر والأكتر بداية من بكرة إن شاء الله.